الأشقاء والأصدقاء. أصبح لديهم قناعة بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى. Changing the way we provide assistance and development assistance. And we used to give direct grants and deposits without strings attached. And we are changing that. عمرو أديب راجل أجنت السعودية من الآخر. طب هل يا أستاذ عمرو تقدر ببساطة تنتقد وضع ما أو مشكلة ما أو شأن ما في السعودية؟ سيادة الرئيس، أنا بقول لحضرتك إن إحنا مش خايفين على مصر، إحنا خايفين على نفسنا. أنا بقول لك الحقيقة، إحنا مش قلقانين على مصر، إحنا قلقانين على نفسنا وعلى عيالنا. تنافس خليجي كبير على الاستحواذ على الأصول، ولم يتبقى الكثير. يعني هتلاقي الإمارات هي المستثمر الأكبر، متجاوزة يعني السعودية بمراحل. يعني السعودية هي الجهة المنهى ليك في البحر الأحمر، عندها شاطئ طول الشاطئ بتاعنا أو ربما أكبر كمان أطول، وبالتالي هي منافس لينا بطبيعة الحال في موضوع السياحة، هي منافس لينا، وتملك من الفوائد المالية ما يجعلها تستطيع إنشاء 20 شرم شيخ في سنة مثلا.